المباراة كيف ما شاف الجميع المباراة بدات بدات كما النهار ديال بركان مع فريق اللي عنده تجربة كبيرة واللي كيتصدر البطولة وماشي بالصدفة من غير استحقاق. وكنعرفوا بأن فريق ديال الوداد لعب أكثر من 30 ماتش بين المباريات المحلية والدولية إلى قبضتي قارنتي مع الفريق ديال الجديدة اللي عنده واحد 40-50% ديال العناصر تاعو الأساسية متوعكة، وعندنا تقريبا 40-50% ديال اللاعبين عندهم يلاه 4 أو 5 ديال الماتشات طيلة الموسم مع فريق اللي بينا كنحفظوا التشكيلة ديالو سواء اللي لعب سواء اللي ما لعب، وعنده أن ريتم عالي. بكل صراحة المباراة ما دخلناش فيها في الاول وتلقينا هدف ضد مجرى اللاعب، يعني باقي كاع ما جلسنا في البونطوش الا كنشوف الا كنصدقوا هدف بديك الطريقه مع فريق اللي ما كيسمعش. فعلا رجعنا في المباراه ورغم الريتم ما كانش صالحنا، الريتم كان عالي وماشي صالحنا بحكم عندنا واحد 40% ولا 50% ديال اللاعبين يلاه من 3-4 ديال المباريات يعني ما يقدوش مشيو داك اللي فرض الوداد، ولكن الحمد لله بالاستراتيجي ديال اللعب وحتى الموضوع الجيد ديالنا استطعنا وبالصبر استطعنا باش ممكن نوقفوا العمليات ديال الوداد. ومن طبيعه الحال في الشوط الثاني استحنا بعض الموضوعات وشفنا ايزابيل ديال التعادل اللي كان مستحق.